خبر اولي عدنا عن سارة يوب وكشف الحقيقة انضمام ياسو الفريق نورمار. فسارة نزلت مقطع على قناتها باليوتيوب، راح احطلكم رابط مقطع بالوصف، اتمنى من الكل يروح يشوفه عم تفتهموا القصة بالكامل. خلينا نبدا حاليا بيارمار وانضمام هالفريق فافا نابولي وتصويرها ويا مريانا غريب. فمريانا نزلت على المنتدى مالتها انه حتنزل مقطع ويا يارا، وراح ينزل المقطع على قناة كافيين. طبعا المقطع نزل اليوم تقريبا على الساعة 3، والاغلب هواي مصدمين الموضوع انهم صوروا ويا بعض، وهواي طلعت اشاعات حول انضمام الفريق فافا نابولي. اظن هي تندم باللايفات تقول انه هي جات هواي عروض انا حاليا اتفكر بها. اضافة انه يارا نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات صارت تقول بها انه هي حاليا تعرفت على الفريق فافا نابولي وهي كلش حبتهم وتشرف معرفتهم. احطكم ستوريات شوفوها. تمام، مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ اليوم حبيت لكم شيء حلو، انه انا جيت ضيفة على كافيين وتعرفت على فريق فافا نابولي. بتفكرون؟ مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ اليوم انا جيت ضيفة على كافيين وتعرفت على فريق فافا نابولي. شكرا لهم كثير على الاستضافة الحلوة، صراحة كثير حبيتهم وكثير تشرفت بمعرفتهم. وبس كلياتكم بدي منكم تروحوا ترفعوا الشاشة. اكتبوا لنا احبابكم تشاركوا بهذا الخبر، هل توقعوا رح تنضم الفريق فافا نابولي او لا؟ اما بالنسبة لنورمار، فنورمار نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات شيء شوي حزين انه المقطع الاخير نزل على قناته مو وصل بيه اشعارات. وبنفس الوقت صار يعني خلال انه رح ينزل المقطع يوم السبت، وبالاضافة انه بنفس الوقت واخيرا رح يكشف حقيقة يارمار وقمر مار وخروجهم من الفريق. رح يتعلن انه هو اليوم رح يسافر ويرجع لاسطنبول، وهو بسبب قال بس رح يرجع من السفر رح يشوف كل الحقائق اللي قاعدة تصير. يلا يا جماعة، الصورة أكثر واحد معلق بحسب التعليقه، خلينا نوصل فوق 100,000 تعليق ونعوض فيديو اليوتيوب، لأنه اليوم كان طلع عندكم امتحانات واليوتيوب مرس الإشعارات، ما بعرف شو يعني، اليوم كله طيب فوق راسي، إن شاء الله بنعوضه بالصورة هاي، ويوم السبت بنعوضه بفيديو يوتيوب جديد. يلا كيفو يا عيال؟ اليوم الحمد لله اليوم راجعين على اسطنبول، كان في هدف لهالرحلة بس للأسف ما حسنا نحققه، صار في معنا كتير شغلات، عدينا بكتير ظروف، وصارت معنا كتير قصص رح تشوفها بالفيديوهات الجاي، فاليوم إن شاء الله راجعين على اسطنبول. بس ما رجعانين بهدفنا، هدفنا كان نحن اكثر من هيك، في كان 5 ايام لحتى نخلص الهدف اللي كنا جايين مشانه. بس بكل حال وعسى ان تكرمونا شيء وهو خير لكم، اليوم رجعنا على اسطنبول ودعونا نرجع بخير وسلامه. والشيء الاخير عن نورمار اللي هو نسوى فولو لحساب نارين بيوتي بالانستغرام، ولكن نارين الى الان ما سوت له فولو. هل تتوقعني حبايب ممكن يصير تعاون بيناتهم انه مقطعين مو تنضم للفريق بس مجرد يصورون المقطع ويا بعض؟ واضافه اللي سوى فولو ناجي القاق. وهذا حال يكون خلصنا من اخبار فريق نورمار، خلينا ننتقل باقي اليوتيوبر ونبتدي نارين بيوتي. فنارين بيوتي تهجموا عليه المتابعين، فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست اللي كان بهذه الصوره، نوعا ما كانت لابسه بها فستان شويه قصير، فهم الكومنتات اللي جتيه صاروا يتهجمون عليها انه فستانك قصير، وصاروا يتهجموا عليها انه لبستك عيب. فاكتبوا لنا حبايب الكومنتات هل تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا؟ وبصل حبايب من وصلت المقطع، لا تنسوا المقطع صارت يوب بالوصف، اتمنى من الكل يروح يفجر المقطع لايكات ووصلها 100,000 مشترك. كفو جيش من مثل قصص وبس، شباب فيزي مقطع مثل قصص، مع السلامه.